أحييكم من الـ LBCI وإليكم أبرز عناوين نشرة هذه الليلة. مبادرة الإبراهيمي، حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة. الحكومة تقر هيئة قطاع النفط وملف النازحين إلى العام المقبل. فضيحة المراهنات في كرة القدم، نادي النجم بعد العهد. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBC مع بسام أبو زيد ونيكول الحجل. مساء الخير. ودع الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي دمشق تاركا وراءه وصية للحل في سوريا تقضي بتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وهذا يعني عمليا بقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه وإن بعد تشجير صلاحياته إلى الحكومة حتى انتهاء ولايته العام 2014، وهو ما سارعت باريس إلى معارضته محملة الأسد مسؤولية سقوط 45,000 ضحية. موسكو التي تستعد لاستقبال الإبراهيمي السبت نفت أن يكون المقترح ثمرة اتفاق أمريكي روسي، إلا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن بعد لقائه نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أنه لا بديل لحل سلمي للصراع الداخلي. لبنانيا أقر مجلس الوزراء مراسم هيئة قطاع النفط ما أثار سجالا جديدا بشأن المخصصات المرتفعة لأعضاء الهيئة. وفي الوقت نفسه جرى ترحيل ملفين إلى العام المقبل، النازحون من سوريا وسلسلة الرتب والرواتب. وهكذا ينضم النازحون إلى الأساتذة وموظفي القطاع العام في رحلة الانتظار الطويلة. وفي غضون ذلك تستمر عملية تطهير لعبة كرة القدم من الفضائح التي طالتها. وبعد نادي العهد جاء دور نادي النجم، فما قدمته الكرة اللبنانية هذا الموسم يستحق التكريم الذي لا يكتمل إلا من خلال المحاسبة.